عاكم نصنع الودين حين في صناعة النسوج التلمساني. هنا هذه الحرفة وتنها أبا عن جد في تلمسان، تسمى بكري ديجا في تلمسان كانت معروفة بصناعة النسيج التلمساني. هو صناعة النسيج التلمساني في الأصل مخدوم في المرمى، تسمى المرمى وفيها الدف وفيها المنسوج، فيها كاع الصوالح اللي باش تقدر تخدم بلوزات تلمسانية ولا صناعة النسوج التلمساني. تسمى هكا كاين 3800 خيط، وكان يطيح لك خيط واحد غادي تشوف اللي كاين مشكل في البلوزات تاعك، غادي يخرج لك مشكل. تسمى خصك يكون عندك تركيز كبير ودقة كبيرة باش تقدر تخدمها، وخصك يكون عندك صبر ديجا باش تعلمها، عندك بالاقل 3 سنين باش تقدر تعلمها كامل، على خاطر فيها واحد لي ديتاي بالصفة اللي خصك تكون تعرفهم، كما تعرفهمش ما تقدرش تخدمها. وهذا هو المشكل اللي نعاني منه دلوقتي، كي يجون نتعلم كاش واحد يقول لك يا ودي خصني بالسيف ديالك نبدي نخدم، هي من مستحيلات وواعره باش ديس بدي يخدم، على خاطر خصك تفوت على واحد المراحل باش تقدر تخدم في المرمى وباش تخدم بلوزه، وهي هذه البلوزه باش تخدمها عندك بالاقل اكثر من 20 يوم باش تخدمها، على خاطر ماشي حاجه سهله. خيط تاع فيها 3 ملم ولا 2 ملم تخدم به بلوزه فيها 4 ملم، تسمى واعره. وخصك تشوف هذه الحرفه تعلمك الصبر، خصك يكون عندك الصبر. ولو هي زعما هذا صراحه عند ربي، لو كان زعما حاجه تكون حابها وتحب توصل لها بصفه انك تشغل توصل لها، سويتو الحاجه اللي كنت حابها تقدر توصل لها باذن الله. هي هاد المهنه، هاد الحرفه ماشي صعيبه وماشي سهله. خص الحاجه الاولى خصك كيما قلت لك يكون عندك الصبر، تسمى خص باش تعلمها خصك تكون صابر. بصح هي المشكل في اللي يعلمك، خص الثاني اللي يكون يعلم يعرف كيفاش يتعامل مع داك المتعلم اللي يكون يخدم اللي يكون حاب يتعلم داك المهنه، على خاطر باش تحبب لواحد حاجه خص تكون تعرف كيفاش تحببها له، ماشي غير هكا بالسهل ديالك تبدي معاه وتقول له وديها كيفاش وكيفاش، خص تفهمه بشويه وهكا كلشي بالتوفيق من عند الله تتعلمها نورمال. بصح واش هي شغل ميزنا باليهودي، انا الحمد لله شاب وكنت نقرا ونخدمها وعلموها لي والحمد لله يا ربي تعلمتها، وحنا الحمد لله مازال شباب مع بعض نخدموا مع بعض، وفي تلمسان ولا نسبه قليله اللي غادي يخدموها باليد، تسمى كلشي ولا كاين ولا يخدموها بالماشينه. وكي تخدم حاجه بالماشينه ما تقوليش حاجه تقليديه، تسمى المنسوج التلمساني التقليدي يخدم بالمرمى ويخدم باليد. حنا الحمد لله زعما كاين اللي قدنا نعلموهم وكاين اللي مازال ان شاء الله نزيدو نعلموهم، كاين اللي غالب ما قدناش نعلموهم على خاطر شغل ما تقش تحبب الفكره في راسو، تاع اليهودي خصك تصبر باش تتعلم. هذه هي الحمد لله يا ربي، ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله ويقدرنا باش نزيدو نعلمو الشباب باش هذه المهنه ما تمشيش، وهذه الحرفه تقعد في تلمسان، وان شاء الله يا ربي تقعد في نحنا نروحو وهي ما تروحش ان شاء الله. هي زعما هذه المهنه وكان زعما ما نحافظوش عليها حنا واللي يجيو مورانا ان شاء الله محال غادي تقعد. سمحنا بالسيف علينا دوك خصنا نروجوا لها، وخص المشاهير تاع الجزائر اللي يكونوا برا على العالم ولا كي يكون في المحافل الدوليه خص يلبسوا اللباس التقليدي تاع الجزائر باش هكا نبينوا الحرفه تاعنا ونبينوا اللباس التقليدي تاعنا، وباش هكا نزيدوا نحافظوا عليه ان شاء الله. وهذه الحرفه ان شاء الله يا ربي يوفقنا ان شاء الله مازال نزيدوا نطوروها ومازال ان شاء الله نزيدوا نحافظوا عليها اكثر واكثر ان شاء الله يا ربي يوفقنا. شوف الحاجه التقليديه تكون دائما تقليديه، تسمى النسيج باليد يقعد دائما النسيج باليد، والناس وفي تلمسان سوتو في تلمسان بالضبط والجهه الغربيه تاع الجزائر كي يشوف المنسوج التلمساني اللي مخدوم باليد يلاحظوه ويعرفوه بالعين باللي هذا المنسوج مخدوم باليد، وكي يكون مخدوم بالماشينه يجي باين ثاني باللي مخدوم بالماشينه، على خاطر كاين الفرق واضح وضوح الشمس باللي ودي هذا تاع الماشينه وهذا تاع اليد. وفي تلمسان سوتو في تلمسان يلبسوه تاع الماشي تاع اليد ما يلبسوش تاع الماشينه، على خاطر تاع الماشي تاع اليد يقعد مع الوقت يطول. كاين واحد البلايز عندهم كثر من 25 عام، كاين اللي عندهم كثر من 50 عام مازال لحد الان عندهم ماليهم، كاين اللي ماليهم راحوا وبلايتهم قعدوا ويت لولادهم قعدوا عاد كاين، بصح المنسوج تاع الماشينه ما يقعدش ما يطولش. سما هكا المنسوج تاع الماشينه يا ربي يا ربي لا معاك عندك عام، تاع المنسوج تاع اليد يقعد دائما متقون ويقعد مخدوم باليد ويطول، سما قادر يقعد 50 عام 60 عام نورمال، ما يحول ما يزول ما يتبدل فيه ما والو. حنا الحمد لله وفقنا ربي وهذا اللي انا نخدموه باليد الحمد لله، زعما ما يجي ما يتشوه اللي يديوه علينا زعما ويشريوه علينا ما وزيد ناكد على هذه المعلومه. المنسوج التلمساني عنده قيمه كبيره سوتو من الجهه الغربيه تاع الجزائر، على خاطر يعرفوا قيمته ويشريوه، الناس شريوه عنده اقبال كبير. لو كان زعما جا حاجه هكا واحده اخرى بالك، بصح سوتو المنسوج التلمساني عنده اقبال كبير الحمد لله يا ربي، سوتو كي يعرفوا بلي مخدوم باليد ومخدوم في المرمى. هذه ربي يوفقنا ان شاء الله نزيدو نعرفو الجزائر كامل والعالم كامل بالمنسوج التلمساني، على خاطر ديجا هو معروف
وخطر على خطر يجوا عندنا واحدين برا على الجزائر يجوا يحبوا يعرفوا شو هو المسوش التلمساني. ديجا قديما فواحد واحد الحكايه يقول لك بلي ودي الدواء عباره عن نسيج تلمساني في العهد الزياني مش هديه لمصر لواحد الامير في مصر. وداك الهديه كان عباره عن نسيج تلمساني وخرج من بلد الى تلمسان مشى حتى لمصر عباره عن هديه. هذه سمحنا ماذا بينا ان شاء الله نبداو محافظين عليهم وان شاء الله نزيدو نطوروه اكثر واكثر. ماذا بينا ان شاء الله بعد هذه الحفله ما تمشيش ان شاء الله يا رب. وهذه ان شاء الله زعما ما ننساوش جدودنا زعما اللي علموها لنا ما نساوهمش. هذه زعما خلاو لنا امانه وحنا ان شاء الله نحافظوا على هذه الامانه ومازال ان شاء الله هذه الامانات نخليوها اللي مورانا ان شاء الله. الحوار هذا ان شاء الله الله يعطيك الصحه بارك الله فيك انت الاول لو كان مشي انت ومشي صحفي اللي كيفك حنا ما نقدروش نروجوا لهاد الصوالح ما نقدروش نروجوا للعادات والتقاليد تاعنا وما نقدروش نبينوا العادات والتقاليد تاعنا وما نقدروش نبينوا هذه الحرف تاعنا. الله يعطيكم الصحه انتوا الاول. حاجه الزوجه ان شاء الله ربي يوفقنا باش نفرحوا اي واحد ولا اي واحده تكون حابه تلبس هذه اللبسه ان شاء الله ربي يوفقنا باش نفرحها وتلبسها وان شاء الله يا ربي نسالي الشكر الجزيل ان شاء الله الناس اللي علمتنا هذه الحرفه على خاطر خيرهم ما نساواش وان شاء الله ربي يطول في عملهم وان شاء الله يخلي ان شاء الله يا ربي يزيدوا يعلموا الناس ما اكثر منا ان شاء الله.